السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي قبل ده كنت شرحت 3 حروف، أول حروف في اللغة الإنجليزية letter A letter B letter C. كنا أخدنا ال3 حروف دول letter A B and letter C، اتعلمنا اسم الحرف صوت الحرف وازاي نكتب الحرف على السطور، واخدنا 4 كلمات على كل حرف. ان شاء الله في درس النهارده هنكمل بقيه الحروف، هناخد letter D letter E letter F A B C D E F. letter D letter D the sound of letter D the 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 D the D the 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 as in ball ball. Letter E, capital E, small e. The sound of letter E, a, a, a. E, a, a, a. As in elephant. A, elephant. A, a, elephant. Letter F, capital F, small f. The sound of letter F, as in fish. 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 Letter D. The. Ball. Letter E. A. A. Elephant. Letter F. Fish. هنا listen point and speech. في هنا track صوت مقطع صوتي هبدأ إن أنا أشغله وترددوا وراه في New letters and sounds. Listen, point, and repeat. D. D, 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 doll, D, D, doll, E, A, E, A, 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 elephant, A, A, elephant, F, 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 fish. Match the letter to the correct picture. هنبدأ نوصل الحروف بالصورة الصحيحة المناسبة لها. Number one. Letter D. The. Doll. يبقى هوصل letter D بصورة العروسة لعبة doll. Letter E. A. A. Elephant. هنوصل letter E بصورة elephant. Letter F. Fish. هنبدأ نسمع التراك الخاص بيها. هنا track and write the letters. أول حاجة معانا letter D. letter D زي ما شايفين capital D عندنا احنا 3 lines 3 سطور 1 2 3. هنبدأ ان احنا نقف على السطر الأول ونعمل standing line down، خط نازل لحد السطر الثالث، وبعدين هنيجي تاني على السطر الأول ونعمل semi circle نص دايرة. هنبدأ نكتب مع بعض الحرف ده. هنقف على السطر الأولاني ونعمل standing line down لحد السطر الثالث، وبعد كده هنقف على السطر الاولاني ونعمل سيمي سيركل نص دايره. كده انا كتبت letter D. نكتبه كمان مره، نعمل standing line down. طيب الخط نازل مش معدول، همسحه واكتبه من الاول تاني بشكل سليم. كده عملت standing line down من السطر الاول لحد السطر التاني. هاجي اقف على السطر الاول وبعدين هطلع بالشكل ده واعمل سيمي سيركل نص دايرة توصل لحد السطر الثاني. يبقى كده كتبت انا كابيتال دي كابيتال دي. طيب عايزين نكتب سمول دي. هنبدأ ان احنا
نعمل نص دايرة زي ما هو عامل بالشكل ده. أول حاجة هنعملها نص دايرة سيمي سيركل على السطرين اللي في النص، وبعدين هنيجي من السطر الأول لحد السطر التالت ونعمل ستاندنج لاين داون. يبقى هنيجي على السطرين في النص ونعمل سيمي سيركل نص دايرة، وبعدين هنيجي من السطر الأول هنعمل ستاندنج لاين داون لحد السطر التالت. كده عملنا سمول دي. ممكن نيجي من السطر الأول بالشكل ده لحد السطر التالت، وبعدين نقف في المنطقة دي كده ونطلع بالشكل ده، نعمل سيمي سيركل نص دايرة. يبقى سيمي سيركل ستاندنج لاين داون يبقى سمول دي، يبقى كابيتال دي سمول دي، كابيتال دي سمول دي. كده اتعلمنا ازاي نكتب كابيتال دي سمول دي على السطور. هنبدأ ندخل على الحرف اللي بعده لتر اي. لتر اي هنيجي نبص كده عامل هو ستاندنج لاين داون من السطر الاول لحد السطر الثالث، يبقى دي الخطوه نمبر 1. وبعدين نمبر 2، الخطوه نمبر 2 هنيجي من هنا على السطر الاولاني ونعمل سليبنج لاين خط نايم، بعدين هننزل على السطر اللي تحتيه نعمل سليبنج لاين، بعدين هنيجي على السطر الاخير ونعمل سليبنج لاين. يبقى هنعمل ستاندنج لاين داون، وبعدين هنعمل سليبنج لاين على السطر الاولاني، سليبنج لاين على السطر الثاني، وبعدين سليبنج لاين على السطر الثاني. يبقى كده كتبت كابيتال اي. كابيتال اي طبعا هي مش مظبوطه لان الكتابه على الكمبيوتر غير الكتابه في الايه بالورقه والقلم. يبقى كده كتبت انا كابيتال اي. كابيتال اي طب عايزين نكتب سمول اي. عندنا برضو 3 لاينز او السطر الاولاني ده ملناش دعوه بيه. لما بنيجي نكتب السمول معظم الحروف السمول بتكون على السطرين اللي في النص، يعني معظمها. نيجي كده نشوف نمبر 1، خطوه نمبر 1 احنا هنقف بالشكل ده ما بين السطرين ونعمل كده خط كده بالشكل ده ونطلع لفوق، وبعدين نلف زي نص دايره. شايفين نص دايره؟ طيب هاجي اقف انا هنا في النص وهعمل زي سليبنج لاين خط نايم، وبعدين هطلع بالراحه كده زي نص دايره سيمي سيركل. يبقى كده كتبت سمول اي. سمول اي هنيجي في النص ما بين السطرين ونعمل سليبنج لاين، وبعدين هنطلع فوق للسطر الاولاني ونعمل سيمي سيركل نص دايره. يبقى كده كتبت سمول اي. يبقى كابيتال اي سمول اي، كابيتال اي سمول اي. بعد كده كابيتال اف سمول اف. هنيجي نقف على السطر الاولاني وننزل لحد السطر الثالث نعمل ستاندنج لاين داون، وبعدين هنيجي على السطر الاولاني نعمل سليبنج لاين خط نايم، بعدين على السطر اللي بعده نعمل سليبنج لاين خط نايم. بس ناخد بالنا ان الخط الاولاني طويل شويه عن الخط اللي تحتيه، يعني ده اطول شويه من الخط اللي تحتيه. كده ده كابيتال اف. يبقى نعمل ستاندنج لاين داون. طبعا هو نازل معوج معايا هنصحه وارجع اكتبه من تاني. كده عملت ستاندنج لاين داون. هنيجي على السطر الاولاني ونعمل سليبنج لاين خط نايم، وهنيجي تحته على السطر التاني هنعمل سليبنج لاين بس الخط ده يكون صغير شويه. كده انا كتبت كابيتال اف. عايزين نكتب سمول اف. هنيجي من السطر الاولاني ونعمل زي سيمي سيركل نص دايرة صغيرة وننزل بيها لحد السطر التالت، وبعدين هنيجي في النص هنعمل سليبنج لاين، وناخد بالنا ان الخط جاي في النص على الخط ده بالشكل ده، لكن هنا في الكابيتال اف ما كانش راجع لورا خالص، بيجي من هو هنا ويطلع بالشكل ده. يبقى هنيجي كده على السطر الاولاني ونعمل زي نص دايرة صغيرة وننزل لحد السطر الاخير، وبعدين هنعمل سليبنج لاين بالشكل ده. كده كتبت سمول اف. هنكتبه تاني مع بعض. يبقى كابيتال اف سمول اف، كابيتال اف سمول اف. بعد ما خلصنا الحروف واتعلمنا ازاي نكتبها هنبدأ ناخد نيو ووردز كلمات جديدة.
هنتعلم على كل حرف أربع كلمات زي ما انتوا شايفين. أول حاجة معانا letter D. D the sound letter D. D D D صوت حرف ال D. D D D as in doll. D doll. D doll. D dog. D dog. D desk. D desk. D dog. D dog. Doll, dog, desk, dog. The doll, the dog, the dog, the desk, the dog. Letter D, letter D. A, elephant. A, egg. A, elevator. A, elbow. Elephant, egg, elevator, elbow. The sound letter E, a, a, a. Letter F, the sound letter F, as in fish, fish, fan, fan, five, five, fat, fat, fish, fan, five, fat. Listen, point and repeat. D, 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 doll. D, d, doll. D, d, dog. D, d, doll. D, d, desk. D, d, desk. D, d, duck. D, d, duck. E, egg. E, elephant. E, elephant. Egg. Egg. Elevator. Elevator. Elbow. Elbow. Fish. Fish. Fan. Fan. Five. Five. Fat. كده كده اتعلمنا اربع كلمات على كل حرف. Circle the correct letter. هنعمل دايرة على الحرف الصحيح. اول صورة معانا number one. Go. The. Go. كلمة دي بدأ بلتر دي. The. Go. هنعمل circle على letter دي. Number two. Five. Five. كلمة دي تبدأ بلتر F. Elevator. 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 So I'm going to circle on the letter E. Page 21. Page 22. Rhyming chant. Let's chant. Listen, point, and repeat. D. E. Elephant. 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 There is an elephant under my desk. Oh no! What can I do? Elephant, elephant, under my desk. F. Bunny, bunny bat frog. Bunny, bunny bat. Bunny bat fish. Bunny, bunny bat fly.